الحلقات ال 14 من مسلسلات رمضان كانت كلها احداث مشوقه، سواء الاعمال الوطنيه او الاجتماعيه والكوميديه. اللي فاتوا حلقات امبارح يقدر يتابعها معانا ويتابع ملخص الاحداث في ال 14 اللي فاتوا. صحيح، معانا مجموعه كبيره فعلا زي ما قلت يا منى من المسلسلات، ومعانا ملخص الحلقات ال 14 زي ما قلتي. ابرز هذه المسلسلات الكتيبه 101، الكبير قوي الجزء السابع، جعفر العمده، وغيرها من المسلسلات اللي هنشوف ملخص ليها في هذا التقرير. الحلقات ال 14 من مسلسلات رمضان شهدت أحداث مشوقة. نبدأ بالحلقة ال 14 من مسلسل الكتيبة 101، واللي شهدت تنفيذ أبطال القوات المسلحة عملية ناجحة للقضاء على العناصر الإرهابية في سيناء. وفي العملية دي تم قتل واحد من أهم قيادات التنظيم الإرهابي، وهو أبو البراء، ومعاه حوالي 30 عنصر إرهابي. ارجعي ارجعي، انت بنت صغيرة مش تطلع برا تاني. في الحلقة ال 14 من مسلسل جعفر العمدة، الفنانة إيمان العاصي دلال، الزوجة الثانية لجعفر، عرفت إن والد عايدة اتوفى، وسمعت عايدة وهي بتقول في التليفون: أنا عايزة أكمل المسلسل اللي أنا فيه ده، وآخد الفلوس من جعفر وأسافر، عشان مش طايقة أقعد هنا دقيقة. أنا حلمت بأبويا وهو بيبكي وبيقول لي إن أنا السبب في موته. دلال راحت بلغت الكلام ده للفنانة هالة صدقي والدة جعفر، وقالت لها: لقيت عايدة بتكلم حد وعاوزة تقلب جعفر في قرشين وتمشي. كانت بتكلم حد وبتقول إن هي عايزة تقلب جعفر في قرشين وتهج من هنا. يا مصيبتي، ده على كده الولية العرافة دي بتتنبأ بالمستقبل بجد، وأنا اللي ضربتها. ده كده هتبعتي الأسياد بتوعها يجننوني. بسم الله الرحمن الرحيم. عرافة إيه وبتاع إيه يا خالتي؟ ما تركزي معايا، بقولك هتقلب جعفر. في الحلقة 14 من مسلسل عملة نادرة بطولة نيلي كريم، عبد الجبار أو جمال سليمان راح لنادرة وكان معاه مسعود أو أحمد عيد، وأول ما شافتهم قالت لهم: قتلتوه يا كفرة. ورد عليها عبد الجبار وقال لها إن أخوها لسه عايش وفي المستشفى، وطلب منها إنها تيجي البيت وتشوف ابنها، وبعدها تروح الشهر العقاري علشان تتنازل عن الأرض. ليه رغي كتير؟ أخوك في المستشفى بياخد علاجه. شوف بعدين الأول تروحي البيت ترتاحي وتشوفي ولدك، وبعدين تروحي الشهر العقاري وتتنازلي. في الحلقة 14 من مسلسل السفارة، وجيه أو طه دسوقي أصبح هو كبير العيلة، وحط أخوه شفيق تحت المراقبة من فارس اللي أصبح ملازم لشفيق حتى في غرفة نومه. بتدخل شيرين زوجة شفيق وبتقوله إنه دلوقتي أصبح عاطل وإنه لازم يستريح ويسيب أمور الشغل والبيت لأخوه وجيه. لا، ممكن مثلاً تشغل بالك بأي حاجة، يعني مثلاً ممكن تاخد، إيه رأيك تاخد كورس يوجا؟ هي دي اللي هيبارة بقى؟ ما يوجا دي ما هي سجادة مفروش على الأرض وأنا بريح عليها برضه. لا، أنا عايز أشتغل كده، أنا عايز أحقق ذاتي، مش عايز أبقى عالة على وجيه. في الحلقة 14 من مسلسل مذكرات زوج، هدى أو جيهان الشماشرجي راحت لرؤوف أو طارق لطفي علشان تطلب منه إنهم يرجعوا لبعض مرة تانية، لكنه بيرفض طلبها. أنا آسفة، أنا كنت غضبانة منك جدا ومتضايقة ومش عارفة أعمل إيه. ما تعتذريش، بالعكس أنتِ كان عندك حق. عندي حق في إيه يا رؤوف؟ أنا فعلاً محتاج قريتي، وإنتي كمان. بدأت الحلقة 14 من مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج بارتباك شهيرة أو سوسن بدر، لما بلغتها إحدى موظفات المدرسة بإن في شخص غريب عايز يقابلها. بتشوفه شهيرة في كاميرات المراقبة وبترفض إنها تقابله، وبيسألها شريف عن الراجل ده، لكن شهيرة بتنكر معرفتها بيه رغم إنه ظاهر عليها التوتر. وفي مشهد تاني بتستغرب جميلة وبتنفعل على أكرم بسبب تقبله المي رغم إنه سمعتها سيئة، وبتفكره جميلة بعلاقاته المتعددة قبل كده. فاكر أمينة بنت الناس المحترمة المؤدبة المتربية اللي كانت بتحبك؟ قعدت أربع سنين مجرجرها وراك،
في كل حته داخل خارج بيها. يا ابني اتجوزها، يا ابني روح اخطبها، يا ابني عيب كده لحد ما خليت سمعتها في الارض.